المؤشر السعودي، التنافسية المسؤولة. إذا كان التنافس الاقتصادي بين الشركات مصدراً للمؤشرات، تعتبر المسؤولية الاجتماعية على مستوى العالم أداة لخلق ميزة تنافسية استراتيجية وترك أثر إيجابي على الفرد والمجتمع. تتفاوت أساليب قياس مساهمة الشركات، فالبعض ركز على المساهمات الخيرية، والبعض اعتمد البرامج الاجتماعية التنموية المبتكرة، حتى تم إطلاق مفهوم التنافسية المسؤولة في المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2005. لم تقتصر حركة المؤشر على قياس الممارسات التجارية للشركات فحسب، وإنما قام برصد المساهمات الاجتماعية والخيرية وقياس مدى تطبيق الشركات مبادئ التنافسية المسؤولة والالتزام بمعاييرها. قامت الهيئة العامة للاستثمار بوضع المؤشر السعودي التنافسية المسؤولة لتصنيف الشركات والمنشآت التي تطبق أفضل الممارسات وتتبنى البرامج الأكثر فاعلية في دعم التنمية المستدامة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وستمنح الجائزة لأفضل 3 منشآت ساهمت في تنمية المجتمع السعودي. فهنيئاً لمجتمع ينهض بجهود أبنائه، وهنيئاً لشركات رائدة تبوأت مكانة اقتصادية واجتماعية مرموقة وفتحت نوافذها الاستثمارية على آفاق العالم.